اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتركو فيديو جديد عن ماينكرافت. طبعا ليش قطعت؟ لا والله بدون سبب، بس طبعا ما ينفع اقول كذا. ف يا اخي شوفوا اسمي راح، العوالم حقتي راحت، واختبارات وما في دعم، فقررت يعني اخذ الاستراحة. ما عليكم، ويا زي ما قلت اسمي راح، وقاعد احاول ارجعه، وعالمي كلها راحت، فحنضطر نبدا من الصفر. فيا يعني اخر فيديو حساب في كود راح، الحين حساب مكافت راح. في خطة ماسونية قاعد تصير هنا، بس اصلا عادي. مين يبغى الحسابات صح؟ اصلا عادي. المهم نبدا عالم جديد، وان شاء الله يكون هو العالم اللي نجم فيه التنين. اوكي، كبداية سريعة، هذا العالم حقي، هذا سميت نفس اسم العالم القديم اللي المسح سرفايفل. الصعوبة حتكون عادية، ما حتحتاج لا الماب ولا صندوق الزيادة، لأنه زبالة. يعني إذا في حل معايا تكون حاجة جيدة. عالم لا نهائي، وبس من بين إعدادات هذه كلها ما بلعب فيها، لأنها ما ألعب فيها إلا لما أكون بعالم دون جلوب. الحاجة الوحيدة اللي فعلتها هذه اللي توري الأماكن، عندي زي العالم اللي فات. فيا هذه هي كذا بكل بساطة. خلونا نبدأ الحين بدينا. طبعا بقعد اللبس كي كذا القناع علشان It's كورونا تايم. فيا طبعا اللعبة بكثر منها تحبنا حطني في مستنقع. يا بالعكس، شيء راح يفيد قدام عشان شير ستون. فيا خلوني نبدا. طبعا هنا قاعد احاول قاعد افكر اني اسوي اشياء. صوت عالي، ما ادري كيف يطلع في فيديو، بس عندي مره عالي. اوكي ايش صار؟ قلت لكم في خطة ماسونية قاعد تصير هنا. المهم اجمع خشب وارجع لكم. انا راكي هي، ان كان هي ولا ان كان خايف اللي هناك. المهم اوكي كذا. طبعا ما ادري هل لاحظت اختلاف ولا لا، بس الاغلب لاحظت لانه لسه عديت حق مو ذاك الشيء. بس المهم اللي بس ما كثرت، بس سويت كذا. وبس يعني لقيت المكان هذا. الواضح انه حيكون مكان جيد عشان نشوف فيه بيت مؤقت. ان شاء الله تكون في خير في العالم هذا. مرة واحدة اوكي، هرجع اسوي الليد اللي قبل. خلاص اقول لكم، بحاول اعوضكم.
اوكي طبعا طبعا، كيف حالكم؟ هذا طبعا حيكون المشروع حق الشيء، بس حاليا خلي بس كده احط عليه شمعة. ما ادري ليش حيكون حق جيم دينس الحين، يب ما في غيره. اوكي هذا واضح انها علامة حظ صح؟ اوكي نسوي البيسكس. طبعا حرجع اكمل، بس اولا جيحان. آسف يا دجاجة، بس هذا جا وقتك. بقرة أنا جيعان، جا وقتك. هذه كذا كانت نهاية حلقتنا اليوم، ومع السلامة.